السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر، والتقرير اليومي للسوق السعودي اليوم 23 فبراير. هنبتدي أول حاجة بالمؤشر العام. المؤشر العام طبعا خلال تداولات اليومين الماضيين شفنا ارتفاع لمستويات ال 12 1616، وبعدين تراجع مرة أخرى، أو ال 12640 عفوا، وبعدين تراجع مرة أخرى. النهاردة أغلق معانا عند مستويات ال 12527. طبعا احنا عندنا مستويات منطقة العرض ما بين ال 12000 أو نقطة المقاومة عفوا عند ال 12662، نقطة مقاومة قوية لازم نشوف إغلاق عليها عشان يستكمل الصعود. ده بالنسبة للمؤشر العام. خلينا ناخد الأسهم اللي حضراتكم طلبتوها خلال الفيديو الماضي. وعندنا أول سهم البنك السعودي الفرنسي، ادي البنك السعودي الفرنسي اهو. طبعا عندنا السهم كان واقف عند نقطة مقاومة عند 49.85، اخترق نقطة المقاومة دي. كان عندنا هنا منطقة عرض، تحولت دلوقتي لمنطقة طلب. السهم نزل عمل لها ريتست وبدأ يصعد مرة أخرى، فأنا شايف إن شاء الله إن السهم هيستكمل الصعود. طيب هيستكمل الصعود لحد فين؟ استكمل الصعود معانا لحد القمة اللي عملها مرة أخرى هنا، يعني هو ممكن ينزل تاني لـ50-80، ومن الـ50-80 يبتدي يرتد. هيرتد لحد فين؟ هيرتد لحد المنطقة اللي ما بين الـ53-50 لحد الـ53، دي المنطقة بتاعتنا على السعودي الفرنسي اللي هو السهم ماشي فيها حاليا. هو نزل وصل لل 53 بالظبط وبدأ يرتد منها، فهيرتد لحد فين؟ ممكن يرتد لحد هنا ويرجع تاني للارتفاع. لو اخترق ال 53 50 هنشوف أهداف كويسة جدا على السعودي الفرنسي إن شاء الله. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم وقت اللياقة. وقت اللياقة برضو صعد معانا بقوة، وهو يعني دلوقتي طبعا عندنا الأهداف بتاعتنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، وقلنا عندنا لحد ال 147 25. طيب هو دلوقتي بدأ يصحح بعد الفوليوم العالي اللي ظهر امبارح. النهارده بدأ يصحح، كان عندنا شمعة ابتلاع شرائي. طبعا لازم نشوف اختراق للمستوى ده ال 134 80، 134 80، وعندنا المنطقة ما بين ال 134 80 لل 138، دي منطقة العرض بتاعتنا. طبعا السهم ماشي في اتجاه صعد ممتاز جدا، احنا ننتظر اختراق ال 138 دي والإغلاق عليها، أو التصحيح معانا لحد مستويات ال 126 60 لحد مستويات ال 122 تقريبا، او ال 124، دي منطقة الطلب ما بين ال 124 لحد ال 126 60. ننتظر يا اما اختراق السهم ل 138 او الوصول للمنطقة دي مرة اخرى وظهور اشارة انعكاسية للشراء باذن الله. ده بالنسبة للسهم وقت اللياقة. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم المراعي. ادي سهم المراعي، سهم المراعي معانا برضو السهم واقف عند منطقة طلب، عفوا عند منطقة عرض قوية ما بين الواحد وخمسين، ما بين الواحد وخمسين خمسين لاتنين وخمسين 36، منطقة عرض قوية. شفنا بقاله حوالي 4 أيام بيحاول يخترق ومش قادر، كل ما بيوصل عند المنطقة دي بينزل تاني، فاحنا منتظرين نشوف إغلاق فوق ال 52 36. لو السهم أغلق فوق ال 52 36 هنشوف مزيد من الارتفاع لأهداف قد تصل لل 56 60 وال 64 90 كمان، مرورا بالأهداف اللي أمامنا دي. عندنا مثلا هنا هدف أهو 58، أو منطقة عرض ما بين ال 58 لحد مستوى ال 58 50، تمام. فده المنطقة بتاعتنا اللي انا شايف ان هو ممكن يرتد منها، اللي هي لو اخترق ال 51 36 هيصعد بقوة كبيرة جدا ونوصل للأهداف اللي تم ذكرها دي لحد ال 64 90 ان شاء الله. لكن لو لا قدر الله ما اخترقش وبدأ ينزل تاني، ممكن ينزل معانا لل 50 لل 50 50، ده المنطقة اللي ممكن ينزل ويرتد منها. في حالة لا قدر الله برضو كسرها ينزل معانا المنطقة اللي بعدها 46 70 48. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم مجموعة سافولا. ادي سهم مجموعة سافولا، مجموعة سافولا طبعا مازال في ترند هابط، وقلنا قبل كده لا شراء قبل اختراق الترند الهابط ده. لو اخترق هتكون فرصة كويسة جدا على سهم مجموعة سافولا، واتكلمنا عليه في الفيديو السابق وقلنا نفس الكلام، فمفيش داعي ان احنا نعيد الكلام مرة أخرى. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم سيسكو. سهم سيسكو يعني
للأسف تراجع بقوة، ووصل دلوقتي لمنطقة طلب ما بين 27 98 لحد 29. لحظة واحدة عشان البرنامج قفل للأسف. ادي السهم امامنا ما بين منطقة الطلب بتاعتنا ما بين 27 98 لل 29 55، منطقة طلب قوية. قلنا ان قبل كده طالما السهم ما كسرش المنطقة دي واغلق اسفلها ممكن يرجع يرد تاني لفوق. طب هيأكد الصعود معايا امتى؟ هيأكد الصعود معايا في حالة اختراق ال 35 50. لو تم اختراق ال 35 50 اتوقع مواصلة الصعود بقوة ان شاء الله للسهم، يوصل لمستويات حتى 49 ريال مرورا بالاهداف اللي امامنا على السهم. طبعا ده في حالة الصعود. في حالة كسر لا قدر الله 27 98 فكده هينزل بقوة ويحقق لي قيعان جديدة على سهم سيسكو، وده طبعا اللي نتمنى ان هو ما يحصلش عشان الناس اللي معاها السهم. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم اس تي سي. اس تي سي نزل وكسر معانا ال 114، استقراره تحت ال 114 بيدفعه لمزيد من الهبوط لحد ال 110 20. هو الكسر لحد دلوقتي مش كسر قوي، يعني حتى الفوليوم فيه ضعيف، فانا شايف ان احنا ممكن ننتظر يعني نشوف بكره هيحصل ايه. هو كسر النهارده، هنشوف بكره ايه اللي هيحصل. لو بكره اكد الكسر تحت ال 114 يبقى زي ما توقعت ان هو ممكن ينزل لل 110، وكسر ال 110 20 ينزلنا معاه لل 184 وال 186، ومن المنطقه دي هتكون المنطقه الافضل في الشراء في حاله ظهور برايس اكشن. لكن لو صعد من هنا على طول ممكن يرجع معانا تاني لل 119 60 121 40، وفي حاله اختراق ال 121 40 هنروح لل 126 20 129، وبعدين ان شاء الله عندنا اهداف لحد ال 138 60. ده بالنسبه لسهم اس تي سي. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم صدر. ادي سهم صدر. سهم صدر معانا يعني بدأ يرتد النهارده شويه ولكن ارتداد ضعيفه، ما زال في نفس الرينج، واتكلمنا عليه في نفس التحليل اللي في اتكلمنا عليه في التحليل يوم الاثنين، وقلنا نفس الكلام والسهم لسه واقف في نفس المنطقه. سهم ما دام ما كسرش ال 72 89 اتوقع له صعود، وفي حاله اختراق ال 86 90 يوصل لل 93 88، وعندنا اهداف لحد ال 143 60. اما في حاله كسر ال 72 89 ينزل معانا السهم لل 57 98 64 15. عندنا كمان سهم انابيب السعوديه. ادي انابيب السعوديه النهارده ارتدت بقوه معانا من ال 25 20 لل 26 45، منطقه طلب قويه بدأ يحصل منها شمعه انعكاس شرائي قويه او شمعه ابتلاع شرائي قويه، عملت ابتلاع لشمعه امبارح واول امبارح. انا شايف بعد الاغلاق القوي اللي حصل النهارده ده على انابيب السعوديه ممكن بنسبه كبيره جدا ترتفع معانا ال 27 95 وبعدين 28 75 لل 29 35. في حاله اختراق ال 29 35 والاغلاق عليها اتوقع ان احنا ممكن نشوف ال 32 95. ده بالنسبه لسهم انابيب السعوديه. خلينا ننتقل لسهم الخليج للتدريب. ادي الخليج للتدريب. الخليج للتدريب برضو ماشي في ترند هابط زي ما حضراتكم شايفين. قلنا قبل كده ان احنا لازم نشوف اختراق لل 20 86 واختراق للترند الهابط ده عشان نستمر في الصعود، لكن حتى الان هو للاسف لسه ما اخترقش الترند الهابط ولا اخترق منطقه العرض. فاحنا يعني شايف ان هو حتى بعد كسر ال 18 64 دي امبارح اول امبارح عفوا وامبارح يعني عمل ريتست وبدأ ينزل شويه، شايف ان هو ممكن يكمل لحد ال 17 90. ده هتبقى النقطة القوية ان ممكن يطلع منها سهم الخليج للتدريب في حالة ظهور برايس اكشن، لكن في حالة عدم ظهور برايس اكشن طبعا ممكن يكسر، ولو صعد من هنا على طول هيبقى خير وبركه. طبعا هنستنى اختراق الترند الهابط بتاعنا، ولو تم اختراق الترند الهابط هيروح لمنطقه العرض اللي ما بين ال 20 44 لل 20 86، وفي حاله اختراقها هنشوف الاهداف اللي تم ذكرها لحد ال 24 74 باذن الله. ده بالنسبه للخليج للتدريب. ننتقل للسهم التالي، سهم البحر الاحمر. ادي البحر الاحمر. البحر الاحمر طبعا السهم في منطقة طلب قوية ما بين ال 20 24 لل 21 20، منطقة طلب ممتازة جدا، منتظر يعني ظهور برايس اكشن قوي من المنطقة دي. شايفين طبعا هنا نزل عمل قمة، نزل هنا عمل قمة اعلى، فده بيدل على قوة المنطقة.
فانا شايف ان لازم نشوف برايس اكشن قوي من هنا عشان نبتدي نقول ان احنا هنصعد لحد ال 23 50. يعني ده كحاجة مبدئية، لو صعد السهم اعلى ال 23 50 واغلق عليها، ممكن بعد كده نشوف القمة اللي عملها هنا عند ال 24 50. اختراق ال 24 50 والاغلاق عليها هيكون اختراق للحد العلوي لشمعة الفوليوم العالي. شايفين شمعة الفوليوم العالي اللي هنا دي؟ السهم عمل فوليوم عالي من 19 واحد هابط بقوة، وبعدين بدأ ينزل ينزل. فلو تم اختراق ال 24 50 وتعدينا البايع اللي في المنطقة دي، اتوقع ان تكون فرصة كويسة جدا على سهم البحر الأحمر نوصل معاه لل 27 45، وعندنا أهداف قد تصل لل 30 65. ننتقل للسهم الثاني معانا، سهم أنعام القبضة. هنعمل القبضة للأسف كسرت معانا منطقة الطلب، نزلت معانا عملت ريتست ونزلت معانا، متوقع استمرار الهبوط لحد ال 73، وبعدين يعني من ال 67 10 أو عفوا من ال 76 10 لل 73، دي منطقة الطلب بتاعتنا. لو السهم وصل ليها وبدأ يدي إشارة انعكاسية، هتكون فرصة كويسة على سهم أنعام. يعني بس لازم نشوف إشارة انعكاسية، يعني مثلا شفنا هنا لما وصل أهو عمل شمعة ابتلاع شرائي وبعدين صعد، فلو وصل هنا نشوف هيدي إشارة ولا لأ. لو ادى إشارة نروح لل 81 30، ولو اخترقها نكمل معاه لحد ال 87 لل 90 منطقة العرض دي. ولازم طبعا نخترق منطقة العرض دي عشان يكمل صعود معانا للأهداف اللي احنا محددينها، اللي هي قد تصل معانا الأهداف لحد مستويات ال 101 حد عفوا ال 167 ان شاء الله. ده بالنسبة لسهم أنعام القبضة. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم الباحة. ادي سهم الباحة. سهم الباحة طبعا السهم نزل معانا بقوة من بداية الأسبوع، يوم الأحد اتنين تلات النهاردة الأربع فتح على فجوة سعرية صاعدة كبيرة. شايف ان سهم الباحة بعد الفجوة اللي فتح عليها النهاردة دي عند مستويات ال 26 40، انا شايف ان هو ممكن يستكمل صعود. طب هيأكد لي امتى استكمال الصعود؟ في حالة اختراق القمة بتاعة الفوليوم العالي اللي هي عند ال 27 33. لو اخترق القمة دي هيروح مباشرة لل 28 50 29 90، وبعد ال 29 90 هنروح معاه لل 32 98 وال 34 33. طبعا سهم الباحة حصل له تخفيض لرأس المال، ولما حصل له تخفيض لرأس المال طبعا السعر قل، وحصل عملوا حقوق أولوية والكلام ده كله، فده طبعا بيكون بسبب تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال والكلام ده كله. ده اللي بنلاقي ان السهم، عشان الناس اللي ما تعرفش، بس نلاقي السهم ان سعره نزل وانت خسارتك بقت كبيرة، بعد كده انت بتدخل تشتري في حقوق الأولوية، وبعد فترة معينة بس طبعا في حقوق الأولوية ما بتشتريش السهم بنفس السعر اللي هو موجود على المنصة، انت بتشتري او الشركة بتبقى طارحة السهم بسعر معين للمساهمين عشان الخسارة بتاعتهم او الكلام ده كله ما تبقاش، او يبقى ما فيش خسارة عموما، او ويبقى ساعات بيبقى فيه مكسب كمان، تمام؟ فبتطرح الاسهم للمساهمين بسعر اقل، يعني مثلا لو السهم على المنصة سعره 26، لا هي بتطرحه لهم ب 12 مثلا 13 ريال الكلام ده كله، فبيبتدوا يشتروا في حقوق الأولوية كأنه بيكتتب من أول وجديد في السهم، ولما بيبتدي التداول عليه مثلا أو حقوق الأولوية دي يبتدي يبيعها بعد كده، بيبيعها بنفس سعر السوق، فالسوق بيطلع معاه وبيعوض خسارته اللي كانت موجودة، ممكن يدخل في مكسب كمان زي ما قلنا. فده اللي حصل على الباحة وعلى أسهم كتير جدا. فأنا شايف إن سهم الباحة زي ما قلنا لازم يخترق القمة عشان يصل، اللي هي قمة الفوليوم العالي اللي عند 27 33، عشان يصل الأهداف معانا لحد 29 90 وال 32 98 إن شاء الله. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم ساكو. ادي سهم ساكو، ده اللي هو كان الكثيري على ما اتذكر، ما واقف في منطقة طلب كويسة ما بين ال 46 45 لل 48 30، منطقة طلب إلى حد ما كويسة. شايف إن احنا لازم نشوف منها برايس أكشن كويس عشان نبتدي، آسف لحضراتكم،
شايف ان احنا ممكن يعني ننتظر برايس اكشن من المنطقه دي، او لسه حتى الان مفيش برايس اكشن ظهر. شمعة النهارده الى حد ما كويسه بتدعم الصعود، ولكن انتظر تاكيد مره اخرى عشان ابتدي اشتري في سهم ساكو عشان نستهدف 50 40 وبعدين 52 20 53 30. لو تم اختراق المنطقه دي هيكمل معانا ارتفاع لحد 63 30 66 50 71 40 ان شاء الله. ده بالنسبه لسهم ساكو. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم الرياض. طبعا ده بنك الرياض. الرياض طبعا صعد معانا بقوة، محقق لي قمم جديدة. معظم قطاع البنوك محقق معايا قمم ممتازة، يعني لو جبنا جميع البيانات هنشوف ان سهم الرياض خلاص قرب على القمة التاريخية بتاعته. اهو دي القمة التاريخية بتاعته عند 41.73. خلينا نكبر الشارت. كبر الشارت على الاخر. افتح يا سمسم. ادي الشارت بتاعنا ولسه برضه معانا بس كده. شكرا. ادي القمة بتاعتنا، نجيب السهم بالظبط اللاين بتاعنا ونحطه عند القمة. ادي القمة بتاعتنا عند 41.61 بالظبط، دي القمة التاريخية لسهم الرياض. فانا متوقع ان السهم لسه ليه صعود وهيستهدف القمة دي. طبعا هو دلوقتي 36.55، كان اخترق معانا السهم، يعني لو بصينا كده هنلاقي ان هو كان هنا في نقطة مقاومة تمام عند 34.70، وممكن يعني نعتبر ان هو كون لي هنا منطقة طلب كويسة، يعني هتبقى اقل من 34.70 بشوية. تمام هنا اهو. عند النقطة دي عند 34.45 لحد كام؟ لحد هنا. يلا لحد 35، دي منطقة الطلب بتاعتنا على سهم الرياض، اللي ممكن لو صحح من المنطقة دي او نزل للمنطقة دي وادانا برايس اكشن منها هتكون فرصة كويسة جدا على السهم. هنستهدف في القمة اللي هيعملها هنا، وبعد القمة دي هنستهدف بعدها ايه مستوى 41.61. بس السهم حتى الان السهم ممتاز 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 وشايف له صعود. اللي حابب يبتدي يجمع فيه من دلوقتي ممكن يجمع ويصعد بيه لحد 41.61 ان شاء الله. بس برضو زي ما قلت قبل كده ان انا مش بوصي حد، دي بس اللي هو يعني هي مش ريكومنديشن ولا توصية، يعني انا بقول رأيي واللي حابب ياخد بيه بيكون على مسؤوليته الشخصية. ده بالنسبة لسهم الرياض. ننتقل للسهم التاني معانا، بنك الاستثمار. بنك الاستثمار حقق الأهداف اللي اتكلمنا عليها الحمد لله في الفيديو الماضي. قلت إن السهم اخترق ال 17 14 ويصعد معانا، وصعد بالفعل، وصل لل 17 62 لل 17 94 كهدف أول، وصل للهدف الثاني 18 32، ومتوقع الاستمرار لحد 18 94 19 ريال و2 درهم بإذن الله. ده بالنسبة لسهم بنك الاستثمار. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم الجوف الزراعية. ادي الجوف. الجوف نزل طبعا معانا بقوة، وصل معانا لمستويات 56 40 لل 54 60، منطقة طلب. ادي منطقة الطلب امامنا، شايف ان هو ممكن يعني يكمل ال 54 60 مش بعيد يعني، او لو ادانا اشاره انعكاسيه من المنطقه دي هتكون فرصه كويسه. بس هو حتى الان مفيش اي اشاره انعكاسيه للدخول في السهم، ونخلي بالنا ان هو لو كسر ال 54 60 هينزل معانا لل 52 لل 53 10، ومنها يبتدي الصعود مره اخرى ان شاء الله، ده في حاله ظهور برايس اكشن. لكن لو ما ظهرش برايس اكشن مفيش دخول خالص على سهم الجوف الزراعيه.
ننتقل للسهم التاني معانا، سهم كيمانول. وسهم كيمانول بدأ يصعد النهاردة بقوة، صعد معانا حوالي 2.5% أو 1 أو ما يقارب 2% أو 2.25% بالظبط. شايف إن سهم كيمانول هيبتدي يصعد مرة أخرى، ونشوف ارتفاع ليه لحد الـ40 والـ40-70. تمام، الـ40 للـ40-70 دي منطقة عرض قوية، لازم نشوف إغلاق أعلى الـ40-70 على سهم كيمانول عشان يصل معانا لمستويات الـ42-43. لو وصل ليها تكون فرصة كويسة جدا على سهم، أو لو اخترق الـ40-70 هتكون فرصة كويسة جدا على سهم كيمانول إن شاء الله إن هو يستكمل الصعود لمستويات الـ42 أو الـ43. ده بالنسبة لسهم كيمانول. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم الإنماء، بنك الإنماء. آدي الإنماء، الإنماء طبعا صعد معانا بقوة برضو من بداية الأسبوع، واقف عند 36.15. قلنا التصحيح بتاعنا ممكن يمتد لل33.85، وفعلا نزل ليها وبدأ يرتفع مرة تانية. انا شايف ان احنا لازم دلوقتي نخترق ال36.15 قمة الالترا هاي فوليوم. لو تم اختراق القمة دي اتوقع ان هو يستمر بقوة في الصعود ان شاء الله ويحقق لي اهداف جديدة. وسهم بنك الانماء دي يعتبر خلاص 36.15 القمة التاريخية بتاعته، فلازم نخترق القمة دي عشان نحقق قمة اعلى منها على سهم بنك الانماء. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم هيرفي للأغذية. ادي هيرفي للأغذية، هيرفي للأغذية طبعا كسرت معانا 59.40، نزلت بقوة، بدأت ترتد امبارح ارتداد إلى حد ما كويس. قلنا قبل كده إن احنا ممكن نصل لل 55 50 52 90، منطقة العرض دي منطقة قوية، عفوا منطقة الطلب دي منطقة قوية على سهم هيرفي للأغذية. وشايف إن يعني هو أول لما قرب منها حصل زي كهرباء في السعر وبدأ يصعد. لو اختبر 59.40 ونزل منها يبقى هو كده لا محالة نازل لل52.90، 55 المنطقة دي، ومنها يبتدي يدينا إشارة انعكاسية ونشوف صعود مرة أخرى على سهم هيرفي للأغذية. لكن لو ما اداش أي إشارة فأنا شايف إن هو يعني ممكن يستكمل الصعود ده، لو ما اداش إشارة من 59.40 هيبتدي يصعد ويستكمل الصعود، وعندنا أهداف عليه لل77.90. ده بالنسبة لهيرفي للأغذية. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم النيفات. النيفات معانا هبطت هبوط قوي، واقفة تحت منطقة سهم، واقف تحت منطقة عرض ما بين 32.10 ل 33.30. لو فضل السهم تحت منطقة العرض دي ممكن ينزل معانا لحد 31.55، دي منطقة الطلب هتكون ما بين 31.55 لحد مستوى 31.10، دي منطقة الطلب اهو. لكن لو السهم اخترق ال 32.30 اتوقع مواصلة الصعود ان شاء الله 33 35 34 15 34 75. ده بالنسبة للنايفات. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم الخدمات الأرضية. ادي الخدمات الارضيه، الخدمات الارضيه صعد معانا النهارده الى حد ما صعود كويس بفوليوم عالي، ولكن كنت اتمنى بصراحه ان هو يخترق ال 34.80. لو اخترق ال 34.80 واغلق عليها ممكن نشوف ال 38.50، ولو اخترق ال 38.50 انا متوقع ان هو يوصل لل 39.70 ان شاء الله. لكن لو لا قدر الله ما اخترقش ال 34.80 واغلق عليها للاسف ممكن نشوف تراجع على سهم النايفات، عفوا الخدمات الأرضية، لل 31.25 لل 31.80 مرة أخرى. ده بالنسبة لسهم الخدمات الأرضية. ننتقل للسهم الثاني معانا، سهم سولوشنز. فين سهم سولوشنز؟ اهو سهم سولوشنز. سهم سولوشنز صعد معانا صعود قوي، شايف ان سولوشنز لسه هتحقق اهداف اعلى من كده بكتير كمان. سولوشنز فاكرين لما كانت هنا وقلنا هيصعد هنا اول 202 كان لسه ب 190، وصعد معانا لاكتر من كده، جاب معانا ال 218 وبدأ ينزل تاني، دلوقتي بيجمع وبدأ يصعد. النهارده اغلاق ممتاز، شايف ان سهم سولوشنز ان شاء الله هيصل مرة اخرى للنقط دي اهو، هيصل معانا لحد ال 218 وممكن كمان للقمة التاريخية بتاعته اللي هي عند ال 218.
24، ده لو فضل مستقر فوق ال 202 ريال و80 هلله ان شاء الله هيصل معانا للاهداف اللي تم ذكرها. بس طبعا عندنا برضو هنا قمة، اخر قمة عملها لي في المكان ده اهو، اخر قمة عملها لي كانت هنا عند ال 268. لو اخترق القمة دي اتوقع ان هو يصل لل 218 وبعدها 224 60 ان شاء الله. عندنا كمان سهم مجموعة فتيحي، ادي مجموعة فتيحي. مجموعة فتيحي بدأت ترتد النهاردة شوية، حاولت تكسر ال 43 و51 ما قدرتش، بدأت تصعد تاني. استقرارها فوق المستوى ده هيكون يعني دافع كويس للسهم ان هو يرجع تاني للارتفاع لحد ال 50 49، وبعد ال 50 49 ممكن نشوف ال 51 80 ان شاء الله، ولو اخترق ال 51 80 هتشوف ال 60 45، وعندنا اهداف قد تصل لل 39 ال 63 94. ده بالنسبة لسهم مجموعة فتيحي. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم جزيرة تكافل. ادي جزيرة تكافل. جزيرة تكافل هبط معانا بقوة، طبعا احنا منتظرين اختراق الترند الهابط ده. لو تم اختراق الترند، يعني مفيش شراء على جزيرة تكافل قبل اختراق الترند الهابط. لو تم اختراق الترند الهابط اتوقع يكون في صعود بقوة لل 22 42 23 16، ولو تم اختراق ال 23 16 نروح لل 25 95 ان شاء الله. نروح لاخر سهم معانا، سهم سابك. ادي سهم سابك. سهم سابك نزل، بدأ يرتد معانا من المنطقة اللي أشرنا ليها سابقا ما بين 117 63 لل 120 20، منطقة طلب كويسة إلى حد ما. شايف إن السهم لو فضل أعلى المنطقة دي هيرجع تاني لل 124 40 126 60، وفي حالة اختراق المنطقة دي أتوقع إن نروح لل 136 50 مرورا بالأهداف دي إن شاء الله. وبكده أكون انتهيت من التقرير اليومي للسوق السعودي، أتمنى أكون أفدتكم. شكرا ليكم والسلام عليكم.